بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. ما أشبه الليلة بالبارحة، مذبحة الإسماعيلية تحدث من جديد، تتكرر من جديد، ولكن هذه المرة في محافظة الدقهلية وأمام بوابة تشكى، إحدى بوابات جامعة المنصورة. جريمة منوعة، جريمة بشعة، جريمة فظيعة، جريمة يعني تحمل في طياتها كل يعني معاني الخسة والندالة والإجرام، يعني حدثوا ولا حرج. حدثت منذ ساعات قليلة، من حاجة بسيطة، من ساعات قليلة، جريمة بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الفيديو بتاعها تم تصويره عن طريق كاميرات المراقبة اللي موجودة في الجامعة. الجريمة وقعت زي ما قلت لحضراتكم منذ ساعات قليلة، وراح ضحيتها طالبة اسمها نيرة أشرف. نيرة أشرف طالبة في جامعة المنصورة في كلية الأداب قسم علم الاجتماع بالفرقة الثالثة. راحت ضحية مجرم حقير دنيء، وللأسف هو زميلها في الجامعة ومن نفس البلد من المحلة، اسمه محمد عادل محمد. الضحية اسمها نيرة أشرف، والجاني والقاتل المجرم اللي ان شاء الله بإذن الله نرى القصاص العادل فيه قريبا اسمه محمد عادل محمد. القصة حصلت من ساعات قليلة، يعني لسه النهاردة اليوم منذ ساعات قليلة جدا. فيديو مرعب، فيديو مرعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة قتل وذبح هذه الفتاة البريئة المسكينة. بنت خارجة من بيتها اللي هي نيرة رحمة الله عليها، خارجة من بيتها رايحة لأداء الامتحان بالكلية بتاعتها زي ما تحركوا في كلية الأداب قسم علم اجتماع في الفرقة الثالثة. وبمجرد نزولها من الميكروباص اللي كانت ركباه، العربية اللي كانت ركباها، وإذا بهذا المجرم القاسم محمد عادل محمد ينقض عليها ويفتك بها، يفتك بها، يسدد لها طعنات يمينا وشمالا، وبعد كده بمنتهى الهدوء وبمنتهى البساطة يعني ينزل بعد ما سقطت على الأرض وهي غارقة في دمائها، ينزل هذا المجرم اللعين ويبدأ ان هو يذبحها. عشان كده بقول لحضراتكم ما أشبه الليلة بالبارحة، وإن مذبحة الإسماعيلية اللي حضراتكم فاكرينها بتاع الدبور اللي ذبح الراجل في عز النهار وفي وسط الشارع ومشي براسه، القصة طبعا الشهيرة اللي لازلنا فاكرينها لغاية النهاردة، نفس الكلام حصل النهاردة أمام جامعة المنصورة، بوابة اسمها بوابة تشكى في جامعة المنصورة، هي إحدى البوابات الخاصة بالجامعة واللي طالبات أو طلبة كلية الأداب بيدخلوا منها. الفيديو طبعا موجود، انا مش هقدر اعرضه طبعا، انا بعرض دلوقتي لحضراتكم يعني صور نيرة رحمة الله عليها، وبرضو كعرض لحضراتكم يعني صورة المجرم اللي قتلها ويعني ازهق حياتها ويعني افنى عمرها وافنى عمر اسرتها بهذه الطريقة البشعة. وفي صورة برضو كعرضها ليها يعني وهي ملقاة على الرصيف، لكن انا مش هعرض الفيديو لان الفيديو بصراحة في قمة البشاعة، قمة البشاعة، مسجل أو تم تصويره مع عن طريق إحدى كاميرات المراقبة الموجودة داخل الجامعة. طب إيه اللي خلى هذا المجرم يرتكب هذه الجريمة بهذه البشاعة؟ يعني لو شفنا فعلا المنظر، منظر في قمة البشاعة، لا يمكن لأحد إن هو يستحمله يعني أو يشاهده أو يكمله. إيه اللي خلى هذا المجرم يرتكب هذه الجريمة؟ ببساطة شديدة جدا عشان تعرفوا إن إحنا، والله أنا حاسس كده، إحنا في آخر الزمان، إحنا في آخر الزمان، وتزهق أرواح الناس لأسباب يعني لا يمكن يعني إن إحنا حتى نوجه كلام للناس بسببها، مش نزهق أرواحهم يعني. إن هذا المجرم ده طالب زي ما تحركوا في جامعة المنصورة في نفس الكلية، كلية الآداب، و دخل في علاقة عاطفية أحادية مع نيرة رحمة الله عليها، يعني هو كان بيحبها، يعني كان يعني عاوز يعني يرتبط بيها وكان بيحبها، ولكن من طرف واحد، هي ما كانتش بالبلدي كده مدياله ريق، يعني هو مش ما كانش هو فتى أحلامها أو ما كانش الموضوع في مخة، ولكن هو كان الموضوع بالنسبة له أحادي بنسبة 100%، يعني هو كان بيحبها جدا وكان عاوز يرتبط بيها وكان عاوز يتجوزها والكلام ده كله. فطبعا لما هي نهارته، لما هي نهرته وقالت له ان هي ما بتفكرش فيه او مش عايزه تتجوزه،
طبعا بدأ ان هو يضايقها لدرجة ان هو راح عشان يتقدم ليها، ونفس الرفض جاء من اهلها، يعني اهلها برضو رفضوه لانه غير مناسب غير مناسب. فبدأ هذا الاخ بقى، هذا المجرم يعني، مش الاخ طبعا هو مش اخ ولا حاجة، هذا المجرم القاسم ان هو يطاردها. الموضوع ده على فكرة يا جماعة مش يعني مش وليد اللحظة ولا بقاله فترة بسيطة، لا الموضوع وفقا لكلام كل الناس اللي اتكلموا، سواء جيران المجرم او اهل ويران المجني عليها نيرة رحمة الله عليها، قالوا ان الموضوع ده بقاله فترة طويلة جدا، وهو بيطاردها بقاله فترة طويلة جدا، وبيطاردها بقى سواء على ارض الواقع او الكترونيا بقى عن طريق بقى حسابات الفيسبوك والانستجرام والكلام ده كله. فيعني وصلها لمرحلة من الضيق شديدة جدا، لان هو بيطاردها ويعني يعني بيقل ادبه عليها، وبيحاول ان هو يرتبط بيها بالعافية، وهي رفضاه، وهي قالت له يعني اكتر من مرة ان هي مش عاوزاه، وراح تقدم لها وعمل لها مشاكل كتير، لدرجة ان الموضوع وصل الى اقسام الشرطة وحرروا ضده العديد والعديد من المحاضر. اذا الموضوع مش وليد اللحظة، الموضوع بقى له فترة طويلة وفقا طبعا للتصريحات. الكلام ده لسه يا جماعة خلال الساعات الماضية، مش بقى له يوم او يومين، ده لسه النهاردة. فطبعا القصة زي ما حضراتكم شايفين ان ده واحد بيطارد واحدة هي مش عاوزاه، مش عاوز ترتبط بيه، مش يعني مش حباه، هو بيحبها من طرف واحد، وده من ذنبها، اهلها رافضينه ومش عاوزينه يعني. طبعا لما هو قوبل بهذا الرفض طبعا بدأ بقى يعني ايه يتجه الى الاتجاه بقى القذر، اتجاه القذر ان هو يلحقها ويطاردها ويعاكسها ويحاول ان هو يتقرب لها بالعافية، لدرجة ان هو قبل هذه الواقعة بفترة بسيطة جدا جدا، وده وفقا للي قالوه زملائها في الكلية والناس اللي كانوا شهود على مضايقاته ليها، ان هو قال لها ان هو اذا لو ما اتجوزهاش ولو ما قبلتش انها تتجوزه هيموتها. اذا ده خلاص ده اصبح كده قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، ده بالاضافه اللي هو كان مترصد ليها، يعني سبق الاصرار وعقد العزم والنيه على قتلها، وبعد كده بعد عقد العزم والنيه ترصد ليها، لانه فضل واقف لغايه لما نزلت من السياره اللي هي كانت بتستقلها، كانت رايحه تؤدي الامتحان، وانهال عليها طعنا، وبعد كده قام بذبحها الى ان تمكن الاهالي من القبض عليه والفتح كبير، وبعد كده جت الشرطه وقبضت عليه، وهو النهارده دلوقتي طبعا تحت الملاحظه الطبيه عشان خاطر يتم استجوابه، عشان ان شاء الله باذن الله يلقى مصيره هو حبل المشنقه. حبل المشنقه اكيد مفيش كلام، نتمنى بس ان هو يكون يعني تجاوز 18 عاما، 18 سنة، عشان ما يحسبوش طفل يعني. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان 18 سنة ده مش طفل يا جماعة، 18 سنة ده ممكن يتجوز ويخلف وواعي وكل حاجة. طبعا من المفارقات بقى الغريبة، يعني زي ما قلت لحضرتك هو طاردها، هي اتقدم لها وعرض عليها نفسه وهي رفضت ومش طايقاه ومش حباه، واهلها وعملوا مشاكل لدرجة ان هم راحوا لغاية بيته عشان خاطر يكلموا اهله، لان هو بيتعرض لها في الدخلة والخارجة، يعني مضايقها سواء في زي ما قلت على ارض الواقع، يعني لما بيقابلها في الكلية او بيتعرض لها في الطرقات اللي هي بتمشي فيها، وكمان على منصات التواصل الاجتماعي ينزل صورها ويكتب لها كلام ويبعت لها، لدرجة ان هي عملت له بلوك يعني من كل حاجة، عملت له بلوك من على الفيس وعلى الانستجرام، كل الحسابات بتاعتها عملت له بلوك، وطبعا ده اثار جنانه او اثار يعني الضغط العصبي اللي عنده، وقرر ان هو يرتكب هذه الجريمة لما لقى ان كل الابواب مقصدة او كل الابواب مقفولة. طيب يعني اللي حصل بقى، اللي حصل طبعا في يوم الواقع زي ما قلت لحضراتكم، ان هو الفتاة رحمة الله عليها نيرة كانت رايحة الامتحان بتاعها عادي جدا، وهو شافها وهي نازلة طبعا، او كان واقف منتظرها طبعا، وزي ما قلت ان ده ترصد، هو ده الترصد، وكان بيحمل سلاح ابيض عشان خاطر يعني هو مجهز وخلاص خد القرار ان هو يخلص عليها، زي مذبحة الاسماعيلية بالظبط كده، خد القرار ان هو ينهي حياتها. مجرد ما نزلت انهال عليها بالطعن طبعا، لان طبعا هو كان عارف خلاص ان الموضوع بالنسبة له موضوع منتهي، فانهال عليها بالطعن، ده على مرأى ومسمع من الجميع، يعني ده في واضح النهار يا جماعة، الكلام ده يعني في الظهر، الظهر تخيلوا ان الاجرام بقى يرتكب الظهر، بقى يرتكب في عز النهار والشمس، كان زمان الاجرام يعني المجرم لما بيحب يترصد لحد حتى في الصعيد كان بالليل مش عارف ايه، النهارده الجرائم وجرائم بشعه وذبح وقتل بترتكب في عز النهار. وبعد كده نزل عليها بعد ما اجهز عليها وطعنها عده طعنات نافذه، بدا ان هو يذبحها بالسكينه زي ما حصل في
جريمه الاسماعيليه. طبعا بعد طبعا بعد ما يعني دبحها اكتر من مره، طبعا الاهالي تجمعوا، وفي شاب طبعا هتشوفوه حضراتكم الفيديو، شاب جريء جدا هو اللي كتفه، وبعد كده الناس انقضت عليه طبعا، الناس تبقى خايفه من السلاح زي ما حصل مع اللي اسمه دبور، بقى عمال يلوش بالسلاح يمين وشمال واصاب ناس اصابات بالغه. فان شاء الله باذن الله زي قلت حضراتكم يعني هو قال تم القاء قبض عليه، وان شاء الله باذن الله يعني نشوف القضيه دي. طبعا لازم، انا وجهه نظري حتى لو كان 18 سنه، حتى لو كان دون 18 سنه، انا لازم ياخد اعدام يا جماعه. ده لا يمكن ان هو يعيش بعد هذه الجريمه. دي جريمه متصوره صوت وصوره بقى، دي جريمه متصوره، وازهق حياه انسانه عشان هي مش عايزه تتجوزه. يعني النهارده كل واحد عاوز يتجوز واحده ترفضه، يوم قتلها يبقى الناس هتخلص. او العكس، لو واحدة عايز تتجوز واحد وهو رافضها برضو تقتله، يبقى الكلام ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. طبعا بسؤال اهله والناس اللي حواليه او جيرانه، يعني مش اهله، قالوا ان هو يعني نفس الكلام بقى اللي بيتقال في هذه المواقف. يعني ما اعرفش بقى اذا كانوا هما بيقولوا عشان خاطر يجملوا صورته ولا ايه، لكن هو طبعا جريمته اعظم من ان يتم تجميل صورته. يعني هو طبعا قالوا ان هو شاب في حاله وبيصلي وما فيش اي غبار عليه، واهله والناس كويسين، عنده اختين غيره، وان ابوه متوفي من زمان كان هو لسه طفل صغير، وان امه هي اللي شقيانه عليهم ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب انت واحد ظروفك كده يا اخي، بدل انت وانت لسه في الكليه عايز تتجوز، وانت لسه في الكليه عايز تتجوز، يعني جواز ايه وزفت ايه اللي انت عاوز تتجوزه وانت في الكليه وظروفك كده، وظروفك كده؟ ده بدل ما تفكر في والدتك واخواتك، وبدل ما تفكر في اللي انت هتشتغل ايه بعد، انت حتى في كليه يعني كليه نظريه، فطبعا فرص العمل بتبقى ضعيفه جدا جدا يعني بالنسبه للكليات النظريه. الكليات العمليه فرص عملها ضعيفه بالك بالنظريه، ولكن طبعا هو ما فكرش في الحاجات دي كلها، وفكر في نزواته وشهواته وهو عايز يتجوزها، ما اعرفش كان هيتجوزها ازاي ولسه طالب. يعني المهم طبعا بسؤال طبعا اهل مش اهلها بقى، اهل البنت يعني، سؤال جيرانها وسؤال يعني اصدقاء والدها، قالوا ان فعلا اكدوا على ان هو كان بيلاحقها بشكل كبير جدا، وان هم يعني حرروا محاضر ضده في اقسام الشرطه كثيره جدا جدا. يعني الواقعه دي زي ما تحركوا في الفيديو مش لسه حديثه، يعني مش هو لسه بيطاردها مثلا من ايام او اسابيع او حاجه زي كده، لا ده الموضوع ممتد لشهور طويله ورا. هو كان بيطاردها وكان عاوز يتجوزها، وطبعا تقدم لاهلها ورفضوه، وبدا يضايقها، بدا يعكسها، بدأ يطاردها، بدأ يعني لدرجة انها عملت له بلوك على كل المواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يطاردها بقى على ارض الواقع، وعملوا محاضر وراحوا لغاية بيته هناك، واتكلموا مع اهله وابعدوا ابنكم عن بنتنا، كلام من هذا القبيل. فهو طبعا لما لقى ان كل الابواب زي ما انا قلت مقفولة، قرر ان هو يرتكب الجريمة البشعة بتاعته. طبعا انتوا طبعا انا عرضت طبعا الصور، وعرضت صورة نيرة رحمة الله عليها وهي يعني بعد الاجهاز عليها، او بعد ما قام هذا المجرم بقتلها، تم القاء قبض عليه. الاهالي طبعا مسكوه يعني، و يعني ضربوه وكتفوه، وتم تسليمه للشرطة، وهو زي ما قلت يعني تحت الملاحظة الطبية طبعا نتيجة الاعتداء الناس عليه طبعا، وهو يستحق قد كده مليون مرة. وكنت أتمنى أنهم يقتلوه يعني في أثناء الاعتداء عليه، على اللي جريمته هو لو كان دون 18 سنة، أو عنده 18 سنة، يبقى لو كان دون 18 او وصل حتى ل 18 يبقى مش هيطبق عليه القانون الجنائي للاسف، وممكن تبقى اقصى عقوبه 15 سنه، ممكن انا ما اعرفش سنه قد ايه لسه، التفاصيل يعني مش متوفره بشكل كبير جدا عنه. وطبعا انا في سياق الكلام طبعا عرضت صورته، وهعرض صورته تاني برضو لحضراتكم، يعني هتظهر جنبي دلوقتي عشان تعرفوا هذا المجرم الاثم. يعني جريمه بشعه، جريمه نكراء، يعني للاسف الشديد. يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل للناس، ايه اللي حصل للناس، وهل ده يعني كان مثلا هو بيتعاطى حاجه؟ طبعا الناس جيرانه بيقولوا لا ده ما بيتعاطاش حاجه. في بعض المواقع قالت ان هو كان متعاطي لمخدر الاستروكس، ولكن انا شايف ان الكلام ده يعني يعني شايفه يعني من وجهه نظري دلوقتي، ودي وجهه نظر ما عنديش معلومه عليها، ان لا هو ما كانش متعاطي الحاجه، لان حتى الترويج ان هو كان واخد مخدر يعني
يعني ممكن يؤدي الى ان القضيه تاخد ابعاد اخرى، يعني انه كان واخد مخدر فما كانش في وعيه، مش عارف عارفين انتوا حضراتكم القصه دي، لا هو كان في وعيه وكان عاقد العزم والنيه وكان مجهز وهددها امام الناس وكان بكامل قواه العقليه وهو بيهددها، وبعد كده جهز للجريمه البشعه بتاعته عشان خاطر يعني يجهز على الفتاه ويقضي على حياتها ويقضي على حياه اسرتها. يعني تخيلوا ان يا جماعه بعد ما الناس بتربي وتربي شباب او بنات يعني ويوصلوهم لهذا السن وعايزين يفرحوا بيهم، ياتي هذا المجرم عشان نزوه او شهوه عاوز يتجوزها وهي مش عاوزاه يعني فيقوم قتلها. يعني فعلا فعلا قمه الاجرام، قمه الاجرام اللي في الدنيا. عمل هو ايه بقى هذا المجرم اللعين؟ عمل ايه؟ ضيع حياه البنت، ضيع اسرتها، ضاع هو شخصيا في 60 داهيه وضيع اسرته كمان معاه، يعني كله ضاع بسبب نزوه او شهوه عند هذا المجرم للناس اللي ما بتتحكمش في شهواتها ونزواتها. المفروض ربنا مدينا عقل عشان خاطر نوزن بيه الامور وعشان نتحكم من خلاله في نزواتنا وشهواتنا، مش هي اللي تقودنا، احنا اللي بنقودها وبنتبح جماحها لما نلاقيها واخدانا السكه اللي يروح ما يرجعش ومودينا في 60 داهيه، لا احنا بنكبح جماح رغباتنا والكلام ده كله. عيل زي ده لسه يعني في ثالثه كليه الاداب، يعني مثلا ممكن مثلا يكون عنده يعني ممكن يكون عنده 19 او 20 سنه مثلا، يعني في الرينج ده. اتمنى طبعا ما يكونش اقل من كده. يعني عاوز يتجوز، يتجوز ايه؟ ده الناس بتوصل لل 40 وما كنتش اتجوزت في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وكمان عاوز تتجوز في هذه الايام كمان، يعني بدل ما تدور على مستقبلك وتشوف وظيفه وتشتغل والكلام ده كله وبعد كده لما تقف على رجلك تروح تتقدم، ولما الانسان بيتقدم لوحده ويلاقي رفضها، فين الكرامه؟ فين الكرامه وفين عزبة النفس؟ سواء راجل تقدم لامراه ورفضته او امراه كانت عاوزه تزوج راجل ورفضها، فين كرامه وفين عزبة النفس؟ يا واحده كرهاك وبتقول لك انا مش عاوزاك، تروح هو اتجوز بالعافيه، تتجوزها بالعافيه ازاي؟ ولما تتجوزهاش تموتها؟ ده تبقى الدنيا غابه. فطبعا ان شاء الله باذن الله يلقى يعني حساب عسير ان شاء الله باذن الله. وزي ما تحركوا دي التفاصيل الواقعه ودي التفاصيل المتاحه الى الان، واي جديد ان شاء الله في هذه الواقعه هوالي حضراتكم بيه، لان فعلا الجريمه جريمه بشعه ولا يمكن السكوت عليها، ولازم نتابعها ونشوف يعني الجزاء العادل وهو يوقع بحق هذا المجرم الاثم. ان شاء الله باذن الله نتابع مع حضراتكم هذه القضيه، واتمنى في نهايه الفيديو اللي انا يعني ابتهل الى الله انه دايما زي ما دايما بدعي انه يحمينا من الشر واهله، اللهم امين، ويبعد عنا كل الشرور ويبعد عنا يعني الاخبار السيئه والحزينه، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.